الكوادر الطبية في مستشفيات العسكري و48 أحيت الذكرى الثانية لجريمة مجمع العرضي الطبي الإرهابية، إلى التفاصيل. في الذاكرة عالقة لن تنسى ولن تغتفر، الجريمة الإرهابية التي استهدفت المجمع الطبي بوزارة الدفاع، والتي راح ضحيتها نحو 56 شهيدا و176 جريحا من الكوادر الطبية والمرضى والحراسة وعدد من المواطنين. في مثل هذا اليوم 5 ديسمبر 2013 غيب الإرهاب كوكبة من الأطباء الأكفاء العاملين في مستشفى مجمع العرضي الطبي، وإحياء لهذه الذكرى الأليمة التي تعد الثانية، نظم الكادر الطبي والفني في المستشفى العسكري وقفة احتجاجية ودقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين قضوا في هذه الحادثة الإرهابية المروعة. وقفنا اليوم في المستشفى العسكري المركزي العام وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى المؤلمة استهداف مستشفى العرضي، والذي راح فيها عدد كبير من الأخوة الزملاء الأطباء وطاقم التمريض والطاقم الإداري في جريمة يندأ لها الجبين، في جريمة هزت كل من يحمل ضمير حي، هزت الأطفال، هزت النساء، رملت الأخوات النساء لأن أزواجهم كانوا في مستشفى العرضي، جريمة لم يسبق أن حصلت في أي مكان ما. قمنا اليوم بفعالية الذكرى الثانية للمجزرة العرضية، هذا المجزرة الإجرامية الذي قام بها القوى الظلامية هذه تمارس العدوان اليوم، هي نفس القوة الذي مارسته في جريمة العرضي، وهو خط ممتد من هذاك اليوم إلى اليوم هذا. وقفتنا اليوم هي تمثل اعتراضنا واستنكارنا الشديد لتلك الأعمال التي لا يقرها لا إنسان، سواء كان مسلما أو ملحدا أو مسيحيا أو من أي انتماء انتمى إليه. فهذا كان شعورنا لنعرف الناس والمجتمع وأطفالنا وشبابنا وآباءنا بأن هذه الأعمال لا يقرها لا دين ولا منطق ولا عقل. هذه الجريمة الوحشية والبشعة التي وثقت تفاصيلها كاميرات المراقبة في المستشفى ستظل عالقة في الأذهان ولن تنساها حتى الأجيال القادمة، وهو ما أكدته الكوادر الطبية والصحية والفنية في مستشفى 48 الذين نظموهم الآخرون وقفة احتجاجية ودقائق حداد على أرواح الشهداء. نجدد إدانتنا واستنكارنا الشديد للجريمة النكراء التي حدثت في مستشفى العرضي على أيدي الدواعش والقاعدة أيادي أمريكا في بلادنا، ونترحم على الشهداء الذين سقطوا نتيجة تلك الجريمة الشنعاء، ونتوسل إلى الله العلي القدير بالفاتحة أن يرحمهم رحمة الأبرار وأن يسكنهم مساكن الأخيار. نجدد نستنكر العمل الإرهابي الجبار الذي حدث في عام 2013 في مستشفى العرضي الذي صار ضحيته كوكبة من التمريض والأطباء، ونؤكد استمرارنا وثباتنا في تقديم الخدمات الطبية، ونعهد الله ونعهد جدتنا بأن لا نبخل في تقديم أفضل الخدمات الطبية لجرح الحرب لجرح العدوان الغاشم الأمريكي السعودي. وكون الإرهاب لا دين له ولا وطن، يسعى مهندسوه ومموّلوه في مملكة العدوان السعودية إلى إيجاد وطن جديد له في بلادنا، وهو ما عملت عليه منذ عدة سنوات وتسعى حاليا لفرضه بالقوة. فالمخطط والمنفذ واحد، وما يؤكد ذلك هويات من نفذوا الجريمة الذين قتلوا في أثنائها ويحملون جنسيات سعودية، الأمر الذي يكشف الدور السعودي في العمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب اليمني.